ايوا كيدو على مبابي وحنا ندويو على المغرب. مبابي واش يمشي للسعوديه ولا ما يمشيش؟ شتي اللي كيلعب الكره كيولي كويري حتى هي راه حرفه، الا ما جابهاش القلم يجيبها القادم. ولكن خصك تقرا قبل. مبابي لي تري انستروي، قاري مزيان، هو واللعابه كاملين ديال اوروبا قاريين. ايوا على سوكراتيس راه كان دكتور. ايوا لي غون جوور برازيليان. قرايه قرايه، الا بغيتي توصل قرا، ما تهربش، ما تدركش بالكره. ايوا الشباب ديالنا، الشباب المغربي راه كاين شي قرايه، مرحبا. كاين شي دبلومات، كاين شي اجتهاد، كاين شي صبر في المسار الدراسي باش تقرا 3 سنين 4 سنين ورا الباك وتحبس وتقول انا راني وصلت باقيه. ها قرا مع راسك وخذ دبلومات وخذ الاختصاص وشوف سوق العمل شنو باغي، دير التكوين ديالك داكشي اللي بغاه سوق العمل، لو مارشي دو لومبلوا، شوف شنو الاتجاهات ديال سياسه البلاد شنو باغيه. ها لو بيرسونيل اللي باغيه، اليد العامله المؤهله الا بغيتي. ها دير فورماسيون، سواء هنا واخا تكون بلي باغي تخرج برا، دير شي فورماسيون اللي غادي ترجع للمغرب وتولي توشي ان كرون سالير، ولا تولي ان كرون جيني. ها تولي نابغه، ولا تولي شي كرياتور، شي مخترع، شي شي شيرشور، شي فيرولوج. ها بوركوا با. اما بالنسبه للمغرب ما كاش بروبليم بالنسبه للي مؤهلين، كاينه خدمه لي كاليفي. ها اللي عندهم كاليفيكاسيون بروفيسيونيل ما يشوميوش، يخرج من شركه لشركه، هو اللي كي بروبوزي السالير ديالو. هذا راه كنقول لك من الواقع، واخا كتسمعوا في المواقع راه كنقول لك من الواقع، من الواقع هنا اللي عنده الكاليفيكاسيون، اللي عنده الكفاءه، اللي هو مؤهل وعنده التكوين صحيح، راه هو اللي كيفرض السالير ديالو، ما يرضاش بالسالير قل من داكشي اللي باغيه هو. مازال ما ديماراش هنا، غير كلكوز ادمينستراسيون هو اللي بداو، كلكوز اوبيراتور باقي، مازال باقي اللي طرابو هنايا. حسب المعلومات اللي جاتني ان غادي هنا تقريبا 30,000 واحد اللي غادي تكون هنايا، هنا والاكستونسيون ديالو اللي يكونوا خدامين هنايا. ايوي ايوا بنادم يكون يقرا يميتريزي الدومين ديالو، سواء جيني انفورماتيك ولا المهم اي حاجه تخدم ليه، جيستيون دونتربريز، يكون شي حاجه ميتريزيها مزيان، والله ما يخليوه يخرج من هنايا يطربشوه. في لونتروتيا يقلعوه واش يصلح ليهم ولا ما يصلحش. علاش كنقولوا بنادم كون راسك وكون الشخصيه ديالك، وثيق في راسك، ثيق في راسك وثيق في القدرات ديالك ونميها، ما تخليهاش مستاغنيه، تقول صافي راني قريت راني عرفت كل شيء نحبس، ما تحبش، ديما دير دو روشيرش، ديما حاول تنمي القدرات ديالك، ديما ملي بغيتي تكون مواكب لهذا العصر، هذا العصر ديال وي اليوم راه الانتيليجونس ارتيفيسيال، واش تصور معاهم. ايوا هادشي راه في المغرب، باش نوضحوا الناس اللي كيدخلوا يعلقوا وداكشي راه في المغرب، هادشي سا سو باس او ماروك. ايوا ماشي اون اوروب ولا في كوريا ولا هادشي كله مغرب. لي بروجي اللي طالعين هنا انفاباك مازال يتزاد.
باقي ليكستونسيون ديال بول فيونسي مازال اللي كبر كبر كبر. ها انت مازال لي طرافو غادي لقدام. ها دول العالم كامل عرفوا ان المغرب توت لي بيسونس مونديال عرفوا القيمه ديال المغرب، عرفوا ليفيكاسيتي ديال المغرب ولا فيابيليتي ولا كريديبيليتي ديال المغرب. المغرب ولا خدا مصداقيه عالميه، كلشي كيتيق فيه، ما لاهيش في مشاكل ديال الناس. ها الجيري اون تران دو فوندر سي انتستان بور ديستابيليزي لو ماروك، باغي الاتلانتيك باغ نيمبورت كيل ان مويان ان نيمبورت كيل بري. ما يعرفوش يخدموا، كون كانوا يعرفوا يخدموا كان داروا علاقه مزيانه مع المغرب، وما جبدوا لا بوليزاريو، كان راهم دايرين واحد التكامل اقتصادي واحد كومبليمونتاريتي ايكونوميك، كون راهم عايشين بخير وعلى خير بلا عداوه بلا والو. ولكن لان فرنسا هي اللي باغيه، هاد فرنسا مسيه هاد الكبرانات فرنسا، وزادوا كملوا ايران، ما عمر يخليوا التقارب بين ما كان غير حقد والكراهيه اللي كيقريوهم 60 عام ديال مدرسه الكراهيه والحقد. ها و بيان سور وتحميل المغرب جميع المسؤوليه في جميع المشاكل ديالها. ها هادي اللي بغيت نعرف، فهمتيني؟ باسكو لا انا لا حمزه راه عشنا في المغرب الفاسي وتنعرفوا كاين بزاف المشاكل في المغرب الفاسي، تبقى فرقه كبيره بزاف بالجمهور تاعها وديك الشيء، واللي ديما كان واحد المشكل شويه في التسيير. برافو عليك، نتمنى عليك امسي عزدين، خاص يتحل المشكل اللي كاين ما بين سميتو لا ديريكسيون ديال الماس والجمهور، كاين مشكل كبير السي. هذا في حد ذاته راه ما يخليش الفرقه تقلع السي عزدين. غير داك الشيء اخويا حمزه، كاين مشكل خاص بدا واحد الاستقرار في الادمينستراسيون، تكون واحد الادمينستراسيون مجهده بزاف، وتكون يكون لو ستاف ادمينستراتيف بحال اللي قلت لك يكون مزيان، ويكون لو ستاف ديال اللي من الفرقه الاولى الاوكرانيه الثالثه. كيهضروا على المغرب الفاسي، حصراه المغرب الفاسي. المغرب الفاسي راه كان فيه ايكيب ناسيونال. فينا هو فتاع، فينا هو عبد الله، فينا هو القزار الزهراوي. نتمناو لهم يهضروا على السكيتيوي. السكيتيوي عنده كفاءة كبيرة، حنا أصلا كنشجعوا أي مدرب محلي واخا يغلط نصبروا معاه حتى يتعلم مزيان، نصبروا معاه لأننا ما عطيناش فرصة، ما نعطيوش فرصة للبراني، حنا نعطيو فرصة للمغربي يتعلم فينا، ماشي مشكل ياخذ لي ريفيرونس من عندنا. راه ما يمكنش بوقتاش دابا لا ما تقناش في اللاعب المحلي وما تقناش في المدرب المحلي، ايوا راه ما عمر يكون عندنا الكره المحليه هي هذيك. الفو ها انت المدربين المحليين راه داروا النتيجه، الركراكي بالشرعيب، ها مدرب ديال شيبا، مدرب مدرب ديال الفوتسال، مدرب ديال كره اليد، مدرب ديال كره السله، هادو راه داروا نتائج المدرب محلي. انا بعدا مع انا مع المواطنه حتى في كره القدم وحتى في الرياضه كامله عامه، تكون المواطن المغربي هو اللي يسير الكره المغربيه. على القجع ماشي مغربي، جبنا براني يسير لنا الجميع. ايوا خصنا نامنوا بهذه الامور هذه، ماشي ضروري الاجانب صرا فونسا غيان. الاجانب كيجي ياخذ البورصه ديالو وكيمشي. لاحظت في هاد لي تيست اللي درناهم بالنسبه للاطفال ديال اقل من 15 سنه،
اقل من 14 سنه اي 15 اي 14 غياب المرافقه غياب لي بارون ما كيكونوش كيطلقوا ولادهم كيجيو بوحدهم ما فهمتش انا هذه القضيه المرافقه راه في الرياضه ضروريه ضروريه الاب يرافق الولد ديالو يعرفوا فين مشى وفين دخل ويدير معاه الرونديفو وقتها شي سيري ويجي يديه لان البلاصه اللي كيمشي لها وكيكون فيها التجمهور من تما غادي يتعلم شي حوايج وغادي غادي يدي فيا من تماك غادي يبدل الواجهه ديالو المرافقه مهمه والاغلبيه اللي كانوا عندنا حنايا وكانت عندهم مرافقه مزيانه راه نجحوا بيان كملوا المسار الكروي ديالهم ومسار التعليمي تو سو كي اون يو ان تري بون اكومبانيمون اون ريسي دون لور باركور سبورتيف اي لور باركور سكولير كاملين مرافقه ضروريه وحنا بغينا المواطن المغربي يكون محمي اول من يحمي المواطن المغربي هما والديه هما والديه هما اللي يحضيوه فين يمشي ويراقبوه فين يمشي واخا هو يقول لك راني كبرت وباغي لا ليبرتي ديالي لا لا ماتوريتي ما كايناش 18 طون يقدر يكون عاد ما وصلش داك الراجل اللي يعرف المصلحه ديالو يكون مأطرين عليه غير لي ريزو ولا مأطرين عليه الجروب اللي معاشرهم ولا الفرقه اللي متبع او شي هيت اللي متبعه هو اللي مأطر عليه صراحة واحد النداء للسلطات هنايا والضابطة القضائية البوليس كاملين خصهم يضربوا دورة في الفروج الظاهرة ديال التسول ديال الأفارقة وديال السوريين وديال السودانيين راه قوات بزاف 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 وغادي تأثر تاع الشباب ديالنا حتى هو يقدر ليميتاسيون خصو يتحركوا شوية تحركوا شوية راه ما فيها زعما وشنو زعما مصلحة المغرب هذا الابتزاز اللي كيديروا لنا الدول على قبل الصحراء راه ما يمكنش يأثرنا على التركيبة السكنية ديالنا والتركيبة ديال الاجتماعية ديالنا دابا ولاو في لي فروج دابا ولاو مقودة أربعة الدراري المرا مقودة أربعة الدراري ولدتهم في المغرب فين كانت كاينة السلطات هذه كيفاش كتجيب هاد الدراري كتولد وهي ما عندها لا دار ما عرف جاية من إفريقيا ولا من سوريا والدين هنايا أون باغاي المغرب راه ماشي أوروبا راه ما عندوش السوسيال ويالله يتكافى مع الوليد ديالو انا ماشي عنصري ولا الواقع هو هذا اي ولي صاحبي كيولد ولد 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 كيجيو للمغرب صافي يبقى يولد باش يدير الاوراق حتى راه خص شويه ديال المراقبه شويه ديالو حتى بنادم حتى ذاك تحديد النسل ديالهم ما على بالهمش كاع يدخل المغرب يبقى يبيض هنا بحال القنيه ولد وطلق وغدا يخرج يدير لك مظاهرات واحتجاجات راضيوني وانت جاي مع قرطاخنا ما طلبتيهم حتى في بلادك حنا راه ماشي فرنسا ولا اوروبا راه مغرب هذا شوفوا المغاربه بعدا شنو خاصهم هما الاولين بعدا المغاربه اللي كاينين هنا حنايا دابا على حق حقوق الانسان وافريقيا وصديقه المغرب ايوا حنا عارفين واش حنايا راه دونون دونون واش زفت لي انايا حتى حنا ما بغيوش المغاربه ديالنا يمشيو لاوروبا يسعاو ولا يمشيو يسفروا ولا يمشيو يتشردوا اللي ماشي يتشرد في اوروبا وماشي يسعى بلا ما يمشي اللي ما عندوش الميتي بلا ما يمشي اوروبا اللي ما عندوش الصنعه بلا ما يمشي واو اللي ما قاريش بلا ما يمشي ما عرف حتى يهضر ما عرف حتى يكومينيكي يمشي يشوه الصوره ديال بلادو يشوه راسو هو وشي يكذب عليهم راني عندي 70 واحد في العائله نخدم عليهم والمغرب راه فيه الجوع راه كاين شي عدد اللي قضوا الغرض بهذا الشيء يكذب على بلادو باش يحنوا فيه يقول لي راه الظلم وراه الحقره وراه الجوع وراه باغي يقضي منهم باغي يدبر السعاية بحقوق الانسان
لا ما كاينش الشمس اليوم بزاف، ما كاينش الصال بزاف، 26 دوغري 26 دمي كاينه اليوم. ايوا كنشكركم بزاف صراحة، التعاليق والرسائل اللي كيوصلوني عن طريق الواتساب في الارقام بثلاثة صراحة سي انكوراجون، صراحة موتيفون وصافي بليزير، و سي ليسونس راه هي الاكسجين، هي ليسونس اللي مخدمها في القناة هذه. ودائما دائما ما يحبسوش لي فيديو، اللي بغى يدوي يدوي، حنا كنعيشوا الواقع يوميا، الواقع على المواقع وليس المواقع بدون واقع، الواقع على المواقع. عندنا الميسيون ديالنا هي جميع المغاربه يعرفوا القيمه ديال بلادهم، يعطيو قيمه لبلادهم، يقراو تاريخ بلادهم مزيان، يعرفوا تراث بلادهم مزيان، يعرفوا شكون هما، ويثقوا في راسهم، يعرفوا راسهم بلي راه عندهم تاريخ، راه عندهم امجاد، ويقدروا يحققوا اكثر من الامجاد اللي تحققوا في الماضي، باش بالعمل والثقه في النفس تكون الشخصية قوية، لا فوغ بيرسوناليتي، لا كونفيونس اون سوا، والثقة في النفس. الثقة ماشي الغرور، ماشي الغرور واحتقار الآخرين كما يديروا القراقيلون. حنا لا نحتقر أحد، نحترم الجميع ونريد أن نحترم. أنا كننصح الآباء، الآباء يقريو ولادهم، يقول لهم شنو هو المغرب. ما بغيتش دوك الاباء اللي يحرض ولادو يقول لهم البلاد ومشات والبلاد ما بقاتش، وبلاد كحله وبلاد كذا وبلاد الشفاره وبلاد الهضره ما عندنا ما نديرو. يقول الولد اقرا، اقرا وليدي، راه الطبيب ما كيديو ليه رزقه، والمحامي ما كيديو ليه رزقه، والمهندس ما كيديو ليه رزقه. قال لي عنده شي ميتي مزيان، راه عايش فوق ماشي فوق فيقيك، راه عايش في جنة عدن. ايوا هذا الواقع. اما الاباء، هاد الاباء اللي زرعوا لي اليأس انا ما نفهمش معاهم. انا نقول لولدك راه باقي ما يدار، قرا توصل، اقرا خذ الدبلومه تا سيدي وتكون ليا، وكون مجهد مجهد مجهد، ماشي غير بريكولور، طالع بالنقيل وتلصاق وتدير اونتروتيا ما كدوش فيه، تقول لهم عندي دبلوم وما درتو. عندك دبلوم حيت ما مبنيش على الصح، مبني على الغش، ولا شاريه ولا لا، قرا. لان اليوم لي سوسيتي غروند انتربريز راه كيديروا لك تيست ان اونتروتيان، الا ما عندكش في يديك راه ما يشدوكش، تقدر قاعد تدخل تخدم تخدم قاعد تخدم، ويديروا معاك بيريود دي سي، وديك البيريود دي سي ما كدوش فيه. علاش؟ لان التكوين ديالك ناقص، هذاك بيريود دي سي تولي يقول لك سمح لينا ما البروفيل ديالك ما خدمش لينا، ما نجحتيش في الستاج ديالك. خاصك بالاباء يعلموا ولادهم يكونوا معقولين، ويعلمهم الصبر، ان الصبر هو اللي كيوصل. اما اللي زرب باغي بالزربه يوصل ما يمكنش. راه الطياره راه ما كطيرش من الارض، الطياره كتمشي عاد في لابيس، شحال وهي في لابيس عاد طير، هذيك غير الهليكوبتر اللي كتطلع، ولكن كتطلع واحد الطلعه حتى هي توصل للسماء عاد تمشي، سي لا ميم شوز. Il faut savoir prendre le départ. حنا راه عندنا وليداتنا وعندنا الاحفاد ديالنا، وكنتمنوا حتى حنا اللي ينصح لنا وليداتنا وينصح لنا الاحفاد ديالنا ويهديهم للطريق الصحيح. بيان سير، بلا تاثير لا ايديولوجي ولا لاهوتي ولا والو، المعقول. حنا راه كنتعاملوا مع لي جون، راه كنشوف انا يوميا لي جون، لي جون من كنشوفهم، ماشي غير لي جون، كنشوف حتى لي بتي من 5 سنين حتى 19 عام، وعارف انا العقليه المغربيه كيفاش راها دايرتهم، وكنعرف منين يجيهم داك الشيء. راه الاباء هما كل شيء، اللي مربي ولادو وما مأثرش عليهم بالافكار السلبيه، وعطيهم لينيرجي بوزيتيف، عطيهم الطاقه الايجابيه، هذوك راه كنعرفهم انا غير من البركه.
وعطيهم الثقه في النفس. هذوك كنعرفهم غير من لونتروتيان، كي يدخلوا كنعرفهم بلا ما نصدع راسي. واللي جاي كيحسب كل شيء ديالو، لا راه حنا في المغرب وهذا ديالنا وهذه ديالنا وخصنا هذه، هذا اللي جاب هذه الافكار هذه راه ما ينجحش، راه كيضيع راسو. وي جاريب مون امي جاريب. ايوا ديروا خدمتكم، راه عندكم لي زانستريكسيون ديروا الخدمه ديالكم، ماشي ضروري تسناوني انايا. داكور لا كنقول لك لي غوند بويسونس، القوات العظمى في العالم عارفين المغرب فين وصل، المستوى اللي وصل ليه. والمغربي اللي هنا ربما عدد كبير ما عارفش المغرب وما كيشوفش اوتور دو لوي، ما كيشوفش ان المغرب حقق واحد الخطوات كبيره للامام، ولكن ما عارفينش لان القوات شي موجود. اما حنا راه حنا اللي عانينا وشفنا كيفاش كان المغرب وحضرنا لا ترانسفورماسيون ديالو سيغتو لي بلون. هذيك راه اون بلون لابا ريكس، ريكس كافي. ومن هنايا مدينة قديمة الصقالة، عندها الإمام أصليما المغرب الأصل ديالو كيبان لك غير في الأرشيتكتير ديالو. هادشي اللي كاين هنايا هو اللي خلاوه ليهم في الأندلس، ما عندهمش والو مدينه بحال هكذا وكيقول لك حنا هما مولي الاندلس. شويه يقول لك موريتانيا، موريتانيا ما عندهاش والو نص مدينه قديمه بحال المغرب، لا بحال مراكش ولا بحال فاس ولا مكناس ولا وجده ولا الرشيديه ولا ارفود ولا وزازات. بيان سور بيان سور ما كاينش، ما مراكش ما كاينش. الدار البيضاء هذه اللي كابيتال ايكونوميك فيها المدينه القديمه، هانتا ان ميلونج لونسيا مدينة تا لو نوفو لا نوفيل. المغرب كامل اي مدينة تلقى فيها الملاح، مدينة قديمة. ايوا خليناكم على خير، هذا غير مغرب. الى بارطاجيتو هادشي راه مغرب، سمعتي؟ كاين اللي باغي يعرف المغرب عاونوه باش يعرف المغرب ديالو، يعرف بلادو. بيان سور انا عندي الثقه في البلاد، عندي الثقه في المغرب، عندي الثقه في المستقبل. خاص غير الاباء يلعبوا الدور ديالهم كمربيين، ما يتسناش الشارع هو اللي غادي يربي ليه ولادو. الشارع راه خطر. أيوي ودابا من هنا هاد الطريق إلا مشينا لهانيشان غادي نمشيو لاروت كوتيار. لاروت كوتيار تقدر تمشي من هنا وانت غادي حتى للرباط في لاروت كوتيار.
راه غير من الموفمون ديال الدار البيضاء يبان لك واش فعلا البلاد هذه بحال اللي كيعاودوا الهيفل عند القراقيرو ولا العكس. كيبان لك الرواج، كيبان لك الناس خدامين، ديك الدعايات ديال كاين الطلابه وكاين كذا ما كيبانولكش، كاين بعض الافارقه ولكن ديك الدعايات اللي طالقينها راه ما كايناش. على الصور والفيديوهات مزيانين، ان هناك حرب ديال دعايه ودعايات واشاعات وكذوب، لا سواء على المغاربه كاملين، على المراه المغربيه، على ملك المغرب، على سياسه المغرب، صحراء المغرب، كل شيء الدعايه خدامه في جميع الاتجاهات. حنا كنوريو لايف مباشره، كتشوف اللي عنده واللي ما عندوش، راه كيبان لك الناس مروجه خدامه، المازوت ما كنتجوش، ولكن الطوموبيلات كاع خدامين، ما كانش طوموبيله واقفه بلا مازوت ولا بلا ايسونس، ما كانش طوابير، اي حاجه في المغرب ما كانش طوابير، الطوابير نيكزيست با او ماروك، لا شان نيكزيست با او ماروك، شدي الحاجه فابور في المغرب يكون فيها لا شان ما يمشيولهاش المغاربه. اللي بغى يتفرج على رود كوتير غادي نخلي نشد على رود كوتير، غندخلوا العين السبع اللي توحش عين السبع، وحنا غاديين في الطريق. شتي السيركيلاسيون في الدار البيضاء؟ شتي الرواج اللي كاين في الدار البيضاء؟ ايوا قول لي كاين الفقر. اللي داخل يجي للدار البيضاء راه يخدم، يكون عنده غير الميتي، خدمه موجوده، يكون معقول وعندك الميتي راه تخدم. وي تعيش مخير كاع مزيان، في الاول غادي شويه تكرفص، من بعد تولي مزيان، تولي مانيفيك، تولي ود البلاد، تولي تبيع وتشري، ولا تولي كل شيء تديرو هنا في الدار البيضاء. الدار البيضاء بلا حيوط اسيدي بليوط، ما تخافش، تعلم غير الميتي وانت دابا تصوفي، تعلم الميتي مزيان وجيت تخدم مع راسك هنايا، تاكل وتشرب مع راسك. ولا قرا مزيان، خد لك ان بون ديبلوم وجي دير بوستيلي بسيغ انترنت وجي للدار البيضاء تخدم. اصبر راه كنقول لك الواقع، يعني راه ما نرميش عليك اليأس، كنقول لك قرا وتعلم الميتي. كازابلانكا سا بوج طول طون ياك، ايوا دابا مبقاتش غير كازا، سا بوج طول طون توت لي فيل دي ماغ، كاع المدن ديال المغرب كيتحركوا كل الوقت، الارزاق فين ما كتب البنادم. ها هو اللي كيبكي ويشكي راه ما يدير والو، بكا وشكا راه ما كيقضي والو. تعلم لك اميتي جو فوز اسيغ، تعلم اميتي والله غير تعيش مخير في البلاد. تعلم لك اميتي وصبر في الاميتي ديالك ونمي القدرات ديالك، تولي انت تخدم الناس عندك. تبقى تسنى الدوله ما عطاتنيش ما دارتليش، وانا اسمح لي الدوله والله ما تعطيك، دابا الوقت تبدلت، الوقت تبدلت، كان والسكان دابا شويه يبان لك السكان ما يبقاش يعطيوه، يقول لك سير كري حيد عليا البراكه، اللي بنا براكه غادي يبقاو يهرسوها لي على راسو، هاي غادي يحيدوا لك البزنيس ديال البراك. راه 6.5 مليون اللي تعطات ديال السكن الاجتماعي، وهذاك التربيه ديال المواطنه قليل اللي دارها فيهم، حتى كلشي باغي يلصق في الدوله. تهضر مع القراقير يقول لك سير شوف تيفي، شوف كذا، شوف تيفي راه كتجيب حتى الرياضه وكتجيب حتى البلايص الاخر، اش بان لكم غير داكشي ديال لي فليو سوسيو، هذوك لي في ديفير، هذوك المشاكل الاجتماعيه كاينين في العالم كامل، العالم كامل. هذا قتل باه، هذا قتل اختو، ماشيش الميريكان طفل مولا 14 عام كياخذ ميترايات كيخشي يقتل صحابه كاملين، يقتل 40 واحد من دراسه يقتلها، ماشيش اللي ذبح مو وباه وخالته وكل شيء في اوروبا، حتى حنا عندنا لي بسيكاتري كيوقعوا هاد الافات في العالم كامل.
شوف اللي عنده شي كاميرا راه كيخدمها، حنا كاميرا ديالنا ديال بورتاب كنخدموها على داكشي اللي كنشوفوه بعينينا، ما كنختارقوه ما كنديروا ليه مونتاج ما والو، مباشره نوريك الحياه. اللي راه عايش راه عايش، اللي بغى يموت يموت. كاين اللي يموت اقتصاديا لانه ما كيتحركش، النعاس راه ما يعطيك والو، تسنى حتى تموت وعاد تنعس مزيان. Quand tu seras mort, tu auras tout le temps de bien dormir. Hein. Personne ne va te réveiller. Le marché à voir, c'est très bien. Très bien, drame, t'es mal à chouïa, arak chouïa, au calab, au hafar alia. Aïa chouïa, j'ai fait l'île, c'est fin, drame à venir ça. De où je venais. Mais ma kad dir nahar walo, ma kad dir nahar walo. وحاقد وما باغي تنتج، تكره على بلادك وتحقد على بلادك وتحقد على كل شيء. الطريق شحال من مرة دوزتكم معاه الطريق هذا؟ لا طريقي هادي، طريق محمدي هادي، لا غوت كوتيغ هادي، هادي الطريق الشاطئية، من هنا وانت غادي حتى حتى لكازا، حتى بليتو حتى الرابع، دوز على السخيرات، دوز على، دوز على كل شيء، المدن، حتى لتمارا هرهورا. الرباط هذا الحديد موجود من البنتلي من الاودي ها مسد فين برا جيب غير العاقه ولا كوني خدام جيب شهاده العمل ها الفوكس فاجن ها التوارق ها الجولف ها البورش ها المازيراتي على هيونداي اللي بغى على هيونداي كيا جلوبال انجين ها هي دي ها هي دي على جلوبال اوكاز اللي بغى الجديد اللي بغى القديم ها تام 60 برا ها البيجو اون فاس ها الهوندا ها الفيراري ها البي ام دبليو ها الفيراري ها هي شتيها قال لك مغربي بيوش فيراري كاين اللي يشريها كاينه ها ها ميني كوبر ماشي فيات 500 ها الميني كوبر شتيها ها البي ام دبليو ها بيجولي ها لاسميه بي ام دبليو والدوره هذه كلها طوموبيلات ها الدوره على اليمن كلها لي كونسيسيونير كيبيعوا لي فواتير ها بيجو ورا المسافه طويله اذا كنحييكم وتبارك الله عليكم ها غادي نزيد شويه في السرعه باش نلحق للرباط بكري هاني مش عندي مشي هذا الرباط نمشي ونجي سير بلاص مهمه مستعجله الا بقات لي السفل بقات لي لاباتري راني غادي ندير فيديو واحد اللايف من الرباط الى اللقاء